تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية من أجل ترقية الشباب من خلال تمويل المشاريع وريادة الأعمال، فقد استفاد 44 شابا من الجنسين بشيكات مالية بقيم متفاوتة، وذلك حسب تقييم اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم المشاريع المقدمة من هؤلاء الشباب، حيث قدمت هذه الشيكات للشباب المستفيدين بعد اعتماد ملفاتهم وفق المعايير والشروط التي حددتها هذه اللجنة بإشراف من وزارة ترقية الشباب الرياضة والعمل. نسالي تاونا في كارشي امباتا مشروع هنا اولا باولا في الزراعه خضار وتبس المشروع ده سويته بدري وعلم الله فخام جو انطونا لنا الشيك قال نمشوا في التيرين نخدمه وبعدين كمان شغل بقول له كريدي تتقبله كان قرمت تتقبله وعند برترانش تكفيه. إن تشجيع الإبداع الشبابي هو محفز للمزيد من الابتكارات، وإن رئيس الجمهورية أبدى حرصه الدائم من أجل مصلحة الشباب، كما ينادي دائما من أعلى المنابر على ترقية الشباب لجعل الشباب التشادي طموحا وقادرا للتحديات بالإضافة إلى النهوض بالقطاع الخاص. وزير ترقية الشباب الرياضة والعمل محمد نصر عبدالله أكد بأن هذه الخطوة تؤكد الرغبة السياسية القوية للحكومة للتعبير عن اهتمامها بالشباب حسب توجيهات رئيس الجمهورية، ودعا الشباب المستفيدين إلى استثمار هذا التمويل بصورة جيدة كما خطط له، وذلك لفتح فرص للشباب الآخرين. ونذكر بأن القيمة المالية للمظارف التي قدمت للشباب تبلغ 71 مليون فرنك سيفا.